السلام عليكم، انا يمنى ياسر غزولي، الفرقه الثانيه هندسه معماريه كليه هندسه جامعه عين شمس. هشرح كاتدرائيه جلوستر في انجلترا كمثال عن القطيه المتعامده في انجلترا. الكاتدرائيه دي اسمها كاتدرائيه جلوستر عشان اسم مكانها، او كاتدرائيه كنيسه القديس بيتر والثالوث المقدس اللي هي كاتدرال تشيرش اوف سانت بيتر اند هولي اند هولي ترينيتي. اللي عمل الكاتدرائية دي كان الملك أورسك، الملك السابع لميريسا، بس هو ما كانش عملها ككاتدرائية، هو بالعكس هو عملها كدير الرهبنة. بس هي الكاتدرائية اللي احنا شايفينها دلوقتي دي ما تشبهش خالص الدير الرهبنة الأولاني، عشان الدير الرهبنة الأولاني اتدمر كذا مرة واتحرق وعدى عليه مصممين كتير قوي ومسؤولين كتير غيروا فيه، وكمان في وقت اللي هو قاعد يتغير فيه عدى عليه طرز معمارية كتير قوي. فالكاتدرائية اللي احنا شايفينها دلوقتي مش شبه خالص الدير الأولاني الأورسك عمل. سبب ان هما اصلا اتجهوا ان هما يغيروا شكل الدير عشان الدير كان صغير قوي وكان مش بالطراز اللي كان هو محتاج، يعني كان محتاجين ان هو يشتغلوا بيه دلوقتي، عشان الطراز اللي هو اصلا الدير معمول عليه كان طراز قديم عشان الوقت اللي هو اتعمل فيه. فزي ما قلنا ان هو في طرز معماريه كتير عدت على الكاتدرائيه دي، اهم الطرز اللي عدت عليها كانت العماره الرومانسكيه والعماره القوطيه المتعامده. حتى في ناس بتقول ان هو اصلا القوطيه المتعامده دي اتعملت في الكاتدرائيه هنا، فنلاقيها مثلا في القبو بتاع الجناح الجنوبي اللي هو هيبقى هنا، او الجزء الشرقي من الكنيسة معاه اللي هو مصلى بتاع السيدة مريم، وكمان في اللي هي النافذة اللي موجودة في الجناح الجنوبي اللي هي تعتبر انها اقدم نافذة في الطراز الكوتي المتعامد. وكان موجود كتير قوي اللي هو العقد التيودوري اللي هو عقد ليه اربع مراكز زي ما موجود هنا، وكمان كان اول مكان يتعمل فيه القبو المروحة اللي هو فان فولتينج زي ما موجود في الرسمة هنا. ده الكولياستر بتاع الكاتدرائية كان متغطي بفان فولتينج. زي ما قلنا ان هو هنا عدى كتير قوي من الشخصيات، اهمهم اورسك اللي هو عملها، بس جه بعد اورسك بكذا حد ملك ويليام. الملك ويليام الاول ده كلف الاب سيرلو ان هو ينشئ مبنى كبير اللي هو احنا شايفينه دلوقتي، بقى ده اللي كان بداية المبنى اللي احنا شايفينه ده، ابتدى انشاؤه سنة 1089. من الشخصيات برضو مهمة اللي اثرت في الكاتدرائية جدا هنري الثالث اللي توج اصلا في الكاتدرائية دي وجدد البرج. في ناس اصلا بتقول ان هو اللي انشأ البرج العظيم اللي موجود دلوقتي، وهو اللي عمل المصلى بتاع السيدة مريم اللي هو في الكاتدرائية. كمان الملك ادوارد الثاني مدفون في الكاتدرائية وموجود ضريح جميل جدا فوق القبر بتاعه، ولما اتدفن هو هنا هبات كتير وتبرعات دخلت للكاتدرائية. اخر حد هيكون الملك هنري الثامن اللي هو اثر على الكاتدرائية ان هو امر ان اي منشآت حوالين الكاتدرائية تنضم للكاتدرائية. هي في وقتها ما كانتش كاتدرائية اللي احنا يعني كاتدرائية محكومة برهبان وكده، بس من ساعة ما هنري الثالث من ساعة ما هنري الثامن عمل كده هي تحولت انها تبقى كاتدرائية. طبعا الكاتدرائية يعني حاكمها مجموعة من الرهبان وكبير الرهبان اللي هم هيبقوا قاعدين في منطقة الاجتماعات اللي هي هنا، هو اللي هي في شمال الكاتدرائية. حصل كتير قوي ترميمات على الكاتدرائية في القرن ال 18 وال 19 وال 20. كان في اصلاحات عملها الاسقف مارتن بنسون، وكان في ترميم فيكتوري
كان في برضو النوافذ بتاعت المصلى بتاعت السيدة مريم، عملوا عليها جليزنج جديد. واخيرا اخر حاجة دي كانت في 2006 لسه، غيروا التماثيل اللي هي الجارجويلز، كانت في حاجات منها باظت وفي حاجات منها وقعت فجددوها. دلوقتي ندخل على الوصف المعماري للكنيسة. هي المسقط الافقي مساحته 30,600 قدم مربع، هو في رواق صلاة طوله 174 قدم وعرضه 34 قدم وربع، ارتفاعه حوالي 67 قدم و7 بوصة. المميز فيه جدا الأعمدة الدائرية العالية قوي اللي فوقيها الشرفات، وبعدين من فوقيها اللي هي الكليرستوري او اللي هي شبابيك الإضاءة. وبعدين في طبعا الممشى، الممشيين الجنوبي والشمالي، هما ليهم نفس العرض بتاع رواق الصلاة اللي هو 174 قدم، وعرضهم 15 قدم، ارتفاعهم 40 قدم. في ناس بتقول ان هو حاولوا يزودوا، يعني هما زودوا الممشى بان هما زودوا المسافة بين كل عمودين. اصلا حاولوا ان هما يغيروا الاقبية بتاعت الممشى الجنوبي، فده ادى ان الحيطة بتاعت الممشى الجنوبي تميل، فاضطروا ان هما يعملوا لها دعامات زي ما احنا شايفين هنا اهو عشان تسندها. موجود برضو في المسقط الافقي امبلاتوري، وفي عدد من المصليات هنا اهو وهنا اهو، وفي مصلى كبير بقى بتاع السيدة مريم اللي طوله 90 قدم. موجود برضو على الناحية الشمالية للكاتدرائية غرفة الاجتماعات اللي احنا اتكلمنا عليها. وصحن عبارة عن شكل رباعي، هو مش مربع عشان كل جانب طول مختلف، بس حوائط الصحن ده مثال كويس قوي للقطية المتعامدة. الكاتدرائية ليها جناحين شمالي وجنوبي، ارتفاع الشمالي اقل من الجنوبي، ارتفاع الشمالي حوالي 78 قدم لكن الجنوبي 86 قدم. الجناح الجنوبي اصلا اكتر جزء في الكنيسة ثابت. الغريب في الجناح ده ان في اصلا دعامة بتخترق النافذة بتاعته عشان تسند البرج. اصلا الواجهة بتاعت الجناح ده اتغيرت، كبروا فيها النافذة جدا واضافوا ليها زخارف، وطبعا فوق منطقة التقاطع موجود البرج العظيم اللي احنا شايفينه ده. بالنسبة للوصف الانشائي، ظهر في الكنيسة دي القبو المروحة اول مرة زي ما قلنا، كان موجود مكان زي ما شايفين في كولياستر او في مكان الجوقة اللي هي شوار، بيغطي رواق الصلاة بقى اللي هو الناف هنا هو، قبو متقاطع وفوقيه جملون خشبي. في دعامات طائرة زي ما احنا قلنا اللي هي بتدعم البرج وبتعدي في نافذة الجناح الجنوبي، لكن في دعامات عادية اللي هي اتكلمنا عليها برضو اللي هي بتسند الحائط بتاع الكنيسة لما كان هايل، بس هي يعني مش مستمرة لمسافة كبيرة بعيدة عن الكنيسة، فما بوظتش شكل الكنيسة او الكاتدرائية. اما بقى حوائط السرداب فهي سميكة جدا، سمكها حوالي 10 اقدام، وتحت تربة الكنيسة بحوالي 8 اقدام. البواكي الداخلية بقى للكنيسة في منطقة رواق الصلاة هي عبارة عن اعمدة ضخمة دائرية
بترتبط ببعضها بعقد نصف دائري، من فوقها في الشرفات المميزة جدا اللي هي عبارة عن 4 عقود جنب بعض، وحوالين كل 2 في عقد. ده طبعا شكل الشرفات الغريب ده اتعمل ليه. شكل الشرفات الغريب ده اتعمل عشان هم اهتموا قوي بارتفاع العواميد الأعمدة، حتى ان هم ادى ده ان هو مسافة الشرفات تصغر قوي. فوق طبعا الشرفات في فتحات الإضاءة اللي هي متغطية في الآخر بقى كل ده بالكابو المتقطع زي ما احنا شايفين هنا. في الواجهة بقى الأمامية، الواجهة دي فيها نافذة كبيرة جدا واخدة شكل عقد تيودوري، متلونة وبتسمح بدخول إضاءة كبيرة جدا. فيها مرسومة عليها رسومات للقديسين لسه هنشوفها دلوقتي، وموجود برضو بوابة تحتها على شكل عقد تيودوري برضو، وفي بوابة فرعية واحدة دي تؤدي للممشى الشمالي. وعلى جنبين النافذة الكبيرة او البوابة الرئيسية هنلاقي نافذتين هما مش شبه بعض، وفي طبعا البرج العملاق. الواجهة الجانبية ممكن نشوفها هنا، دي موجود فيها بوابة جنوبية بارزة مزخرفة جدا، وموجود فيها تماثيل كتيرة، والنافذة اللي اتكلمنا عليها اللي قلنا ان هي كانت بداية ظهور القطية متعمدة. بعد كده هنلاقي المصلى بتاع السيدة مريم اللي هنلاقيه متصل جدا بالشوار، فده بيسمح بدخول اضاءة كويسة للكنيسة من غير حواجز. وبتتميز الواجهة دي بالابراج الصغيرة اللي احنا شايفينها دي، اللي هي اخرها سبايرز، اللي هي بتغطي الواجهة وبتجملها وبتديها احساس بالارتفاع وزيادة الزخارف. بالنسبة للفتحات والعقود، الكاتدرائية دي كانت بداية العقد التيودوري، فنلاقي كل او معظم الفتحات بتاعتها على شكل عقد تيودوري. هي موجودة بنوافذ كتيرة جدا، نسبة الفتحات اصلا في الكاتدرائية زي ما احنا شايفين كبيرة. هي بتتميز برضو بنوافذها الضخمة اللي كانت واحدة من سمات القطية المتعمدة. الحليات والزخارف بقى، الواجهة بتاعت الكاتدرائية مش مليانة حليات وزخارف، بالعكس ركزوا قوي على وجود شبابيك كبيرة، والازاز الملون اللي فيها هو اللي فيه زخارف، على عكس مثلا جوه الكنيسة فنلاقي ان هو لا، ده فيه زخارف كتيرة جدا زي ما كان الجوكا او الشوار، موجود زخارف عظيمة جدا. وبرده السقف المروحة اللي هو في الكولياستر برده مزخرف جدا، والمقاعد بتاعت الجوكا كمان كانت مليانة زخارف. الحاجتين اللي كانوا فيهم زخارف بره هو البرج والمدخل الجنوبي. كمان كانت في شروف زي شرفات كده على شكل مستطيلات مفرغة، وده كان برضو بيدي شكل جمالي للكنيسة. هنا موجود العقد التيودوري اللي اتكلمنا عليه اللي عنده 4 مراكز، ده كان موجود كتير جدا في الكاتدرائية، واحنا قلنا ان هو كان اول مرة يتعمل في الكاتدرائية دي زي ما موجود كده زي ما باين في الصورة. ده الضريح اللي كان فوق المدفن بتاع ادوارد الثاني، ودي التماثيل الجارجويلز بتاعت الكاتدرائية. اصلا الجارجويلز كانت معمولة في الاساس ان هي كمزراب مية، كمزراب مية مطرة، ودي اتجددت زي ما قلنا في 2006. هنا موجود النافذة العملاقة بتاعت الجناح الجنوبي اللي معمولة على الطراز القوطي المتعامد، ودي كانت اول نافذة معمولة بالطراز ده، ودي كانت اصلا بداية الطراز القوطي المتعامد. هنا موجود الفلاينج باتريس او الدعامة الطائرة
اللي بتسند التاور البرج العظيم بتاع الكاتدرائية، وبتعدي في واحدة من نوافذ بتاعة الجناح الجنوبي. في السلايد دي موجود السرداب او الكريبت، وباين زي ما باين هنا الحوائط بتاعته سميكة جدا ومتغطي بكروس بولت. تحتيها نلاقي النيف او رواق الصلاة، وباين برضو انه معمول بكروس بولت، وباين الاعمدة عالية جدا والشرفات الصغيرة. في النص هنلاقي النافذة العملاقة الرئيسية للكاتدرائية، اللي على الواجهة الرئيسية للكاتدرائية، والرسومات الجميلة اللي فيها رسومات للقديسين والسيد المسيح. كمان جوه النافذة دي موجود اللي هي الحليات او الزخارف بالاحجار، اللي هي عاملة الشكل المولينز ده. في الصورة دي موجود فيها شكل الستار العملاق اللي بين رواق الصلاة والشوار. الستار ده كان عالي جدا، اعلى من كنايس كتيرة، ده ادى ان الشوار مكان معزول وجميل. في نفس الوقت لو بصينا على الشوار من جوه هنلاقي مصلى السيدة مريم، باين زي ما قلنا ان هو اصلا ما كانوش مفصولين عن بعض عشان يعمل اضاءة عالية تخش جوه الكاتدرائية. هنا باين الارتفاع العملاق للاعمدة الدائرية اللي عندنا، وده ادى ان الشرفات ما يبقاش ليها مكان، فالومن جاليري ما كانش الفتحات بتاعتها زي الطبيعي، لأ ادى لظهور الشكل الغريب اللي اتكلمنا عليه. في الصورة دي صورة داخلية لمصلى السيدة مريم، باين فيها ان وجود نوافذ عملاقة كبيرة جدا وكم الاضاءة الضخمة اللي داخل جوه الشوار، وكمان ان هي متغطية بفان فولتنج او الكابو المروحة. في الصورة دي موجود شكل الكاتدرائية في اللي اوت مع اللي حواليها، وزي ما قلنا ان هي كل اللي حواليها انضم ليها بامر من الملك هنري الثامن لما تحولت لكاتدرائية. وشكرا، ويا رب يكون الريسيرش كان مفيد.